في الوقت اللي النادي الأهلي بيقيم احتفالية استاد الأهلي والسلام حسب ما تم الإعلان عنه، والنهاردة كان في مباراة لقدامة أو بعض قدامة النادي الأهلي مع بعض، وأطلق طبعا ضربة البداية النجم الأسطوري محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في طبعا الاحتفالية اللي بدأت النهاردة في الوقت دوت. ووسط احتفالات صاخبة باستاد الأهلي والسلام اللي النادي الأهلي أعلن عنه، ودي الصور طبعا لأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي والمسؤولين في النادي الأهلي، وعلى رأسهم طبعا محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي. في الوقت دوت تلقت جماهير النادي الأهلي صدمة بالإعلان عن انتقال رمضان صبحي نجم النادي الأهلي ونجم الكرة المصرية الصاعد، واحد من أبرز اللاعبين في الكرة المصرية في التوقيت الحالي، بالإعلان عن انتقاله وبرغبته إلى الانتقال إلى نادي بيراميدز. ده الكلام عن رمضان، وكان خبر صادم بالنسبة لجماهير النادي الأهلي، وكان خبر صادم للناس اللي هي ممكن ما كانتش مصدقة أن رمضان صبحي ممكن ما يكونش موجود في النادي الأهلي الفترة اللي جاية، وحتى لو مصدقين أنه ممكن ما يكونش موجود يعني هيروح هيرجع مرة تانية لهدرسفيلد أو هينتقل إلى أي نادي آخر. لكن المفاجأة أن النادي الأهلي أعلن كمان في بيان رسمي أن اللاعب أبلغ المسؤولين في النادي الأهلي برغبته في الانتقال إلى نادي بيراميدز. بالنسبة لنا الموضوع ما كانش مفاجأة، والموضوع طبيعي جدا، وكنا قلناه، ويعني كان البريمو وكان البرنامج الوحيد اللي قال الكلام دوت من 3 أسابيع أو يمكن من شهر كمان تحديدا، أعتقد يوم 18 يوليا اللي فات، وإحنا النهاردة 12 أغسطس. كان خبر انفردنا بيه ان في عرض مغري من نادي بيراميدز لرمضان صبحي. ده كان من خلال النجم طبعا زميلي وصديقي النجم محمد فاروق. كنا هنا كفريق اعداد قدرنا ان احنا نصل الى الخبر، وقدرنا ان احنا نصل الى الكواليس اللي بتدور في مفاوضات رمضان صبحي مع هدرس فيلد وإمكانية استمراره مع النادي الأهلي من عدمه. وفي التوقيت دوت كان نادي بيراميدز بيسير بهدوء لإتمام الصفقة لحين ما تم الإعلان طبعا النهاردة عن إبلاغ رمضان صبحي بالانتقال إلى طبعا بيراميدز خلال الفترة اللي جاية. هيكون في فيديو خاص بالكلام اللي قاله النجم محمد فاروق، لكن انا معايا محمد فاروق كمان على التليفون من استاد السلام او من استاد الاهلي